بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تجربة جديدة وهي فصل المخاليط. فصل المخاليط، هناخد تجربة فصل مكونات خليط مكون من كلوريد الأمونيوم، ثاني أكسيد السيليكون، وكلوريد الصوديوم اللي هو كلوريد الأمونيوم NH4Cl، أكسيد السيليكون SiO2، ثاني أكسيد السيليكون SiO2، وكلوريد الصوديوم NaCl. ثاني أكسيد السيليكون اللي هو الرملة كلنا عارفينها، كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، خلاص يا شباب، ومعاهم كلوريد الامونيوم. فكره التجربه او نظريه التجربه ان انت ازاي تتعلم استخدام الطرق الفيزيائيه، ازاي تفصل مكونات مخلوط من مواد مختلفه الخصائص. زي ايه الخصائص دي؟ زي الذوبان، زي الكثافه، زي نقطه الغليان، زي نقطه الانصهار. دي كلها خصائص بتختلف من مادة إلى أخرى. إزاي؟ عن طريق الطرق الفيزيائية أنت تتعلم تفصل مكونات مخلوط مكون من عدة مواد. طب في البداية يا شباب، المادة أساسا من حيث مكوناتها بتنقسم إلى قسمين: مادة نقية ومخاليط. المادة النقية هي تعريفها هي مادة تركيبها ثابت وتتغير هويتها فقط بالعمليات الكيميائية. بتوجد على أنهي صورة؟ بتوجد على صورة رقم واحد عناصر لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها بواسطة العمليات الفيزيائية كالغليان أو الطحن أو الترشيح، هي بسيطة جدا. مركبات رقم اتنين، مركب يتكون من اتحاد عنصرين أو أكثر، يبقى بيتكون من اتنين أو أكثر من العناصر، عشان كده بنقول العناصر أبسط حاجة. بعدين المركب ده اللي هو بيتكون منه، يتكون من عدة عناصر، له تركيب كيميائي ثابت مثل مركب المية. المية كلنا عارفينها H2O، عبارة عن اتحاد ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين، سواء كانت موجودة في صورة تلج، سواء كانت موجودة في صورة سائل، سواء كانت موجودة في صورة بخار. أما المخلوط تعريفه عبارة عن مادتين أو أكثر غير مترابطة، يعني غير متحدة كيميائيا، لها نسب غير محددة، ممكن تبقى مادة أكتر من التانية، ويمكن فصل مكوناتها بالعمليات الفيزيائية. زي إيه يا شباب؟ الماء المالح. الماء المالح ده عبارة عن مخلوط، عبارة عن مية مع ملح مع كلوريد الصوديوم. أقدر أفصله؟ أقدر أفصله بالغليان، هينفصل الماء، هيترش الماء، هيتبخر، ويتبقى بس من الملح كلوريد الصوديوم. فصل برادة الحديد عن الرمل بواسطة مغناطيس، أقدر أفصل المادة برادة الحديد عن الرمل. فصل لب الليمون عن عصير الليمون بواسطة المصفاة. دي كلها خواص أو عمليات فيزيائية أقدر أفصل من خلالها مكونات مخلوط. طيب المخاليط نفسها يا شباب بتنقسم لها نوعين: مخاليط متجانسة، رقم اتنين مخاليط غير متجانسة. هنتكلم عن كل واحد من الاثنين، المخلوط المتجانس والمخلوط الغير متجانس. المخلوط المتجانس اللي هو بنعمل منه محلول، يعني سهل نعمل منه محلول، خصائصه يا شباب بيحتوي على مادتين او اكثر خلطت بانتظام على المستوى الجزيئي دون ان يرتبط بعضها ببعض، اما الغير متجانس تكون المواد فيه غير موزعة بانتظام، ونسب هذه المواد تختلف من موضع لموضع. طب إمكانية فصل المكونات، يصعب فصل مكونات المخلوط المتجانس اللي هو المحلول، أما المخلوط غير متجانس يسهل فصل المكونات. مثال لذلك المخلوط المتجانس، مثال ليه العصير، الشامبو، السكر، دي كلها صعب جدا إن أنت تفصل هذه المكونات بتاعة المخلوط. لكن أمثلة المخلوط الغير متجانس: سلطة الخضار، طماطم تقدر تفصلها مثلا عن الخيار، عن الجزر، وهكذا. برادة الحديد مع الرمل اقدر افصل ده عن ده بواسطة المغناطيس عن طريق عمليات فيزيائية. ودي الجدول اللي شفناه قبل كده، كان مقارنة بين المتجانس والغير متجانس. طيب المحاليل يا شباب، المحاليل عبارة عن مخلوط متجانس من مادتين أو أكثر، زي ما قلنا لا يحدث بينهما تفاعل كيميائي، حيث أن المادة التي توجد بنسبة صغيرة تعرف بالمذاب، والتي توجد بنسبة كبيرة تعرف بالمذيب. مثال على ذلك السكر مع المية. لما أجي أعمل محلول سكري، أنا عندي أهو مادة السكر أهو بتوجد بنسبة كبيرة، توجد بنسبة صغيرة اللي هو المذاب، اما الميه اللي هو المذيب توجد بنسبه كبيره. السكر اسميه مذاب، الميه بسميها مذيب. طرق الحصول على المواد الصلبه يا شباب من المحاليل:
رقم واحد البلورة. البلورة أعمل كريستاليزيشن أو ريكريستاليزيشن، إعادة بلورة، هي خروج كمية من المذاب خارج المحلول على هيئة مادة صلبة بواسطة تبريد المحلول أو بعد تبخر جزء من المذيب. بيتبقى المادة على هيئة بلورات أو كريستالات. رقم اتنين الترسيب، وده بيحدث بسبب خلط بعض المحاليل وحدوث تفاعل كيميائي بينهما لينتج مادة صلبة تسمى راسب. يبقى نتج راسب مثل الرواسب التي نراها في حوض الاستحمام، في المغسلة، الأملاح المعدنية المذابة في ماء الصنبور تتفاعل كيميائيا مع الصابون، وناتج هذا التفاعل يترسب في أسفل الحوض. عشان كده دي بسميها عملية ترسيب. طيب أنواع المحاليل يا شباب، أنواع، في عندي محاليل سائلة، في عندي محاليل غازية، في عندي محاليل صلب. المحاليل السائلة أمثلتها أو أنواعها، سوري أنواعها في الأول قبل ما نتكلم عن الأمثلة، سائل مع صلب، سائل مع غاز، سائل مع سائل. سائل مع صلب زي إيه؟ زي السكر، السكر بدوبه في مية. سائل مع غاز زي المشروبات الغازية. سائل مع سائل زي الخل، تمام. أما المحاليل الغازية زي الهواء الجوي، المحاليل الصلبة زي النحاس الأصفر. يسمى المحلول الذي يكون الماء فيه هو المذيب بسميه محلول مائي، أي أنك استخدمت الماء كمذيب لهذه المادة، عشان كده بسميه محلول مائي من المادة دي. يعتبر الماء مذيبا عاما لقدرته على إذابة العديد من المواد. طيب حسب قابلية الذوبان في المية تقسم المواد للآتي: عالية الذوبان يعني سهلة جدا انها تدوب زي كرومات البوتاسيوم، منخفضة الذوبان زي سلفات الباريوم، لا تذوب في المية، ما بتدوبش خالص في المية زي الرملة. فصل مكونات خليط بعملية زي عملية التصفيق، زي ان انت بتفصل مكونات خليط غير متجانس، او فصل صلب عن سائل، يتم عزل الاجسام الصلبة عن السائل بصب السائل في الحوض. يعني انت بتخلي المادة اللي انت عايز تفصلها بتخليها تعزل الجسم الصلب، تخليه ينزل يترسب شوية تحت، وبعدين تحاول تصب السائل ويتبقى فقط بس المادة الصلبة معاك من تحت. فصل سائلين غير قابلين للامتزاج، مثلا المية والزيت. المية والزيت مش بيمتزجوا، باستخدام زي السيبريتنج فانيل او انبوبة التصفيق. ادي السائل، ادي السائل الاولاني يا شباب، وادي السائل الثاني، ده غير ممتزج بده. تقدر عن طريق السيبريتنج فانيل ان انت تفصل المادة اللي هي الصفرة دي، تنزلها في الاول، يتبقى معاك فقط في قمع الفصل المادة الاولى، وكده انت فصلت سائلين غير قابلين للامتزاج. زي الترشيح يا شباب، وده بستخدمه، يعني استخدم الترشيح لان الماء المحصل عليه بعد التصفيق غير صافي. يعني ايه يا شباب؟ يعني انا عندي مادة اهو ومع مادة تانية موجودة، فانا ببدأ ان انا افصل المادة اللي موجودة المترسبة معايا دي عن المية بتاعتي عن طريق ورق الترشيح، عن طريق عملية الفلتريشن او الترشيح، وبينزل معايا، تنزل المية بتاعتي تبقى فقط على ورقة الترشيح المادة بتاعتي. يبقى عند إفراغنا للماء بينزل الفلتريت اللي هو الرشيح ده اللي نزل معايا، بينما بيتبقى على ورقة الترشيح المواد الصلبة بتظل موجودة معانا، وكده أنا عرفت أفصل، استخدمت عملية الترشيح في الفصل. تمكن عملية الترشيح من الحصول على خليط متجانس انطلاقا من خليط غير متجانس. الرشيح أكثر صفاء من السائل المحصل عليه بالتصفيق، زي اللي احنا استخدمناه قبل كده، لان انت ورقة الترشيح بتبقى المسام بتاعتها ضيقة جدا، فبتفصل لك المية عن المادة بتاعتك اللي تتبقى على ورقة الترشيح. التبخر، فصل مكونات خليط متجانس. هذه العملية تمكن من فصل الاجسام الصلبة المذابة في الماء. فمثلا انا عندي المحلول عند تبخر المحلول المائي يتبقى فقط على الجانب الأجسام الصلبة اللي كانت دايبة معايا، بس بعد ما تبخر المحلول المائي أو المية تبقت هي، وبتسميها بالحسام. زي لو أنا عندي محلول من كلوريد الصوديوم ملح الطعام، إن أنت تقدر تبخر المية لوحدها، يتبقى فقط من الملح معاك موجود تحت.
التقطير. هذه العملية تمكننا من فصل الماء عن الأجسام المذابة فيه بتبخره أولا ثم التكاثف عن طريق الكوندنسر المكثف يا شباب. طبعا بيغلي سائل مثلا أو سائلين، كل واحد فيهم بيغلي عند درجة غليان مختلفة، فعند تبخر السائل أو عند وصوله إلى درجة الغليان بتاعته يبدأ يتبخر وينزل على المكثف. المكثف طبعا بيبقى فيه مية، ده عبارة عن وسط بارد، فينزل يتكثف مرة تانية. أو إن أنت كل واحد بتفصله عن التاني، فصل سائل عن سائل آخر، السائل الأولاني عند درجة الغليان بتاعته بينزل، يتبقى فقط معاك في الدورق الكروي السائل الآخر. طيب، من أجل تحديد النسب المئوية لمكون من مكونات خليط، من الضروري في الأول إن أنت تفصل هذا الخليط بدون أن تفقد أي أجزاء من هذا الخليط أو من مكونات هذا الخليط. ومن ثم يمكن تعيين النسبة المئوية لكل مكون عن طريق النسبة المئوية بتساوي كتلة المكون على الكتلة اللي انت حصلت عليها بعد ما فصلت كل واحد على حدة على الكتلة الإجمالية اللي انت كنت واخدها في الخليط الأول ضرب 100 يديك نسبة المردود المئوي. زي ما قلنا الغرض من هذه التجربة ان انت ازاي تستخدم الخصائص الفيزيائية عن لفصل خليط غير معروف زي كلوريد الصوديوم ملح الطعام NaCl، كلوريد الامونيوم، وزي ثاني اكسيد السيليكون اللي هو الرمل، واستخدام هذه المعلومات في تنفيذ واجراء الفصل لهذه المكونات الثلاثة في الخليط. المخطط ده بيوضح لنا التجربة هتتم معانا ازاي. ادي الخليط المكون من كلوريد الامونيوم NH4Cl، كلوريد الصوديوم ملح الطعام NaCl، وثاني اكسيد السيليكون SiO2 اللي هو الرملة. هنسخن عند 520 درجة مئوية، هلاقي ان ال NH4Cl حصل له عملية التسامي، حصل له عملية التسامي ان انا حصلت عليه يعني دون المرور بالحلقة السائلة، عن طريق حولته من حالة صلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. خلاص يا شباب، يبقى أنا كده فصلت مين؟ فصلت كلوريد الأمونيوم. طيب، يتبقى معاك من الخليط كلوريد الصوديوم والرمل اللي هو ملح الطعام والرمل، ما في واحد فيهم بيذوب في الميه اللي هو كلوريد الصوديوم، فبالتالي انا لو جبت عملت حطيت عليهم ميه كلوريد الصوديوم هيدوب معايا، التاني اللي هو الرمله هيتبقى مش هيدوب معايا. طيب اجي ارشح، لما اجي ارشح يا شباب على ورق الترشيح مثلا او باستخدام اي ادوات للترشيح، فيتبقى معايا بس فوق اللي هو الرملة موجودة، اقدر ان انا اروح اجففها تماما واوزنها، يبقى انا كده فصلت الرملة ووزنتها. وكمان عندي يتبقى من تحت اللي هو الرشيح عبارة عن محلول كلوريد الصوديوم، عبارة عن الصوديوم، كلوريد الصوديوم دايب في المية بتاعتي، ابدأ ابخر المية لوحدها، هيتبقى معاك مين بس في الاخر؟ كلوريد الصوديوم، هوزنه وبكده اقدر ان انا افصل محتويات هذا المخلوط كلا على حدة، وفي نفس الوقت عرفت محتويات والنسبة المئوية اقدر احسبها لكل مخلوط على حدة. ده عملية الترشيح يا شباب اهو، ده عملية الاول للتبخير، ده الايفابوريتنج ديش. طيب، زي ما قلنا في هذه التجربة بنتعلم ازاي نفصل مخلوط من ملح الطعام مع الرملة مع كلوريد الامونيوم، حيث ان كلوريد الامونيوم يتم فصله عند درجة الحرارة عالية عند 500 بالتسامي، وهو التسامي تعريف عملية التسامي يا شباب تسخين المخلوط وتحويله الى بخار مباشرة دون المرور بالحالة السائلة، تحويله الى بخار دون المرور بالحالة السائلة، ده بسميه التسامي. بيتبقى معايا بس ملح الطعام والرملة، يذوب في واحد فيهم بيدوب في المية اللي هو ملح الطعام، التاني ما بيدوبش، خلاص ارشح اللي هيتبقى معايا فوق على ورقة الترشيح ده الرملة، اجففها واوزنها. اللي معايا في التريت رشيح نازل من ورقة الترشيح تحت ده عبارة عن كلوريد الصوديوم دايب في المية، في هذه الحالة افضل ابخر المية لغاية لما تتبخر، وفي الاخر يتبقى معايا بس مين؟ كلوريد الصوديوم واوزنه. خطوات العمل يا شباب، هنجيب بوتقة من البورسلين جافة تماما ونوزنها، وهنوزن يبقى اسمها اذا وزن الطبق الفارغ، ونشوف الوزنة بتاعتها كام ونكتبه بالجرام. طيب، هنجيب المخلوط بتاعنا المراد فصله، هناخد منه وزنة من 2 ل 3 جرام ونحطها في البوتقة اللي احنا وزناها في الخطوة الاولى.
طيب هنرجع نعيد البوتقة وبها العينة، بها المخلوط يعني. يبقى إذا وزن العينة مثلا وزن البوتقة وهي فارغة مثلا وليكن W1، وزن البوتقة وبها العينة وليكن W2. طيب وزن العينة المخلوط اللي هو عبارة عن W3 بيساوي W2 اللي هو وزن البوتقة وبها العينة ناقص W1 وزن البوتقة وهي فارغة. خلاص يا شباب؟ طيب هنقوم بتسخين البوتقة وبها العينة عند درجة حرارة 500 درجة مئوية، كل شوية نحاول بملقاط البوتقة عشان بتبقى درجة حرارة مرتفعة، خلي بالي وأكون حذر، بتبقى درجة حرارة مرتفعة جدا، كل شوية أحاول أقلب العينة بتاعتي. بعد انتهاء عملية التسخين هطلع البوتقة من الفرن بتاعتي وأبردها لدرجة حرارة الغرفة وهوزن البوتقة، هوزن البوتقة. إذن الفقدان في بعد ما أوزن البوتقة، الفقدان في وزن البوتقة بيساوي وزن البوتقة وبها العينة قبل التسخين ناقص وزن البوتقة وبها العينة بعد التسخين، اللي هو عبارة عن مين؟ وزن كلوريد الأمونيوم اللي خرج معانا بعملية التسامي. ده عبارة عن الفقدان اللي أنا وجدته في وزن البوتقة. طيب وزن المخلوط الصلب المتبقي عبارة عن وزن ملح الطعام مع الرمل. تمام يا شباب؟ اللي هو المتبقي ده، المتبقي معانا يساوي وزن كلوريد الأمونيوم اللي معانا خرج بالتسامي. طيب هنضع 25 ملي من الماء النقي، احنا قلنا خلاص تبقى، خلاص تخلصنا من كلوريد الأمونيوم، تبقى معانا بس الاتنين، كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام وثاني أكسيد السيليكون اللي هو الرمل، واحد فيهم بيدوب في المية اللي هو الملح الطعام والتاني ما بيدوبش. هنضع 25 ملي من الماء النقي في المخلوط المتبقي في البوتقة وكل شوية اقعد اقلب لغاية لما اتأكد تماما ان انا دوبت كلوريد الصوديوم اللي موجود في الخليط. هنجيب بوتقة تبخير اخرى جافة ونظيفة، او لو انت مش عايز تجيب بوتقة تبخير اخرى ممكن توزن ورق الترشيح، ورق الترشيح. هنصب المحلول الموجود في البوتقة دون أن نصب أي من المادة الصلبة، يعني هنفصل المادة الصلبة عن المحلول بتاع كلوريد الصوديوم. هنكرر العملية تانية عشان نتأكد إن احنا تماما خدنا كل كلوريد الصوديوم معانا اللي دايب معانا. هنكرر العملية عن طريق إضافة 10 ملي من الماء النقي إلى المادة الصلبة الموجودة في البوتقة الأولى مع التحريك الهادئ لمدة 5 دقائق لإذابة أي جزيئات من كلوريد الصوديوم الموجود، عشان بكده يا شباب أكون اتأكدت إن أنا حصلت على كل كلوريد الصوديوم اللي دايب معايا في المية، مع الحرص دايما على ان انا ما اصبش اي من المادة الصلبة الموجودة معايا. هكرر برضو مرة اخرى. طيب بعدين هبدأ ابخر المية بقى، ابدأ ابخر المية اللي موجود فيها اللي دايب فيها كلوريد الصوديوم والبوتقة الثانية اللي موجود بها كلوريد تبخير المية. البوتقة الاولى يا شباب بسخنها عشان اجفف الرملة اللي فيها، الرملة خلاص موجودة معانا هيك على هيئة مادة صلبة ما كانتش دايبة معانا في المية، هسخنها. طب لما سخنها اوزنها بعدين عشان اعرف وزن الرملة اللي معايا كام، يبقى انا كده فصلتها ووزنتها وعرفت وزنتها وبرضو اقدر اجيب النسبة المئوية ليها. البوتقة التانية اللي فيها المحلول بتاعي، محلول كلوريد الصوديوم، هبخر المية وبعدين اتركها تبرد، تبرد لدرجة حرارة الغرفة وبعدين هوزن البوتقتين واشوف وزن كل من المادتين المتبقيتين. الزيادة في وزن البوتقة الأولى هي عبارة عن وزن الرملة، الزيادة في وزن البوتقة الثانية عبارة عن وزن كلوريد الصوديوم. طب عشان أجيب النسبة المئوية لكل منهم، النسبة المئوية لكلوريد الأمونيوم في العينة بتساوي وزن كلوريد الأمونيوم اللي خرج معايا بالتسامي على وزن العينة اللي هي كانت تقريبا واخدين من 2 ل 3 جرام ضرب 100، يديك النسبة المئوية لكلوريد الأمونيوم. طب عايز أجيب النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم ملح الطعام، يبقى عبارة عن وزن كلوريد الصوديوم اللي أنا حصلت عليه في النهاية بعد ما بخرت المية على وزن العينة تقريبا من 2 ل 3 جرام ضرب 100، يديك نسبة مئوية لكلوريد الصوديوم. النسبة المئوية لثاني أكسيد السيليكون عبارة عن وزن ثاني أكسيد السيليكون اللي أنا حصلت عليه في النهاية في البوتقة لوحدها وبعدين جففته، يبقى ده وزن الرملة جافة على وزن العينة بتاعتي اللي هي من 2 ل 3 جرام أنا واخدها أساسا من التجربة ضرب 100، يديك نسبة المردود المئوي للرملة. ده جدول بيبين النتائج العملية اللي انت بتدونها. ده وزن البوتقة فارغة زي ما قلنا بنظر الرمز W1. طب باخد العينة بتاعتي من 2 ل 3 جرام هكتب الوزنة بتاعتها. اذا وزن العينة والبوتقة W3 مع بعض الاتنين مع بعض بيساوي W3. طب
بعد ما سخنت عند 520 درجة مئوية وحصل فصل بالتسامي لكلوريد الأمونيوم، يبقى ده عبارة عن W4 اللي هو وزن العينة والبوتقة بعد التسخين والتبريد، اللي هو عبارة عن بيساوي وزن مادة كلوريد الأمونيوم. طيب بجيب ورقة ترشيح أو بجيب بوتقة خزف مرة تانية وبوزنها وأرمز لها بالرمز W6. طيب وزن مادة الرملة مع ورقة الترشيح بعد ما جففت خالص، ده بس أرمز لها بالرمز W7. إذا وزن مادة الرملة عبارة عن الوزن مع ورقة الترشيح ناقص وزن ورقة الترشيح فارغة. تمام. طيب هيتبقى معايا المادتين اللي هو كلوريد الصوديوم والرمله، دول وزن المادتين اللي هو W9 عباره عن وزن كلوريد الامونيوم اللي حصل في الاول، زائد وزن الرمله ودي برمز لها بالرمز W9 اللي هو عباره عن W5 زائد W8. اذا وزن الماده اللي هي كلوريد الصوديوم اللي هي W10 عباره عن W2 ناقص W9 اللي هو عبارة عن وزن العينة ناقص وزن المادتين اللي هو كلوريد الأمونيوم مع الرمل. طيب تعيين النسبة المئوية لكل منهم. خلاص طالما أنا حصلت على كل واحد وعرفت أفصله وعرفت أوزنه على وزن المخلوط اللي أنت واخده في البداية، ضرب 100 يديك النسبة المئوية لكل واحد فيهم.